وللمزيد من المتابعة ينضم إلي من طوكيو الدكتور طلعت سلامة، الكاتب والباحث السياسي. دكتور طلعت، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. إذن اليابان أعلنت أن على لسان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أنها أجلت جميع رعايا اليابانيين الذين كانوا موجودون على الأراضي السودانية. ماذا نعرف من معلومات أو تفاصيل حول عملية الإجلاء للرعايا اليابانيين في السودان؟ اهلا بكم، واسمحي لي بدايه ان اجلاء الرعايا اليابانيين كان من اهم واولويات عمل الحكومه اليابانيه. فمع استمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، صرح وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني ماتسونو هيروكازو ان اليابان سترسل طائرات لاجلاء المواطنين اليابانيين. وقد حدث بالفعل، تم ارسال ثلاث طائرات تابعين لقوات الدفاع الذاتي الياباني، إحداهما تقوم بتزويد الطائرات بالوقود جوا إلى أقرب نقطة وهي دولة جيبوتي. تم نقل اليابانيين برا عبر رحلة برية إلى جيبوتي، ومن ثم تم نقلهم إلى اليابان. وأكد مصدر مطلع أن الطائرتين كانت في حالة تأهب قصوى في مطار جيبوتي وغادرت المطار بالفعل. طيب، رئيس الوزراء الياباني قال إن عدد المغادرين بلغ 53 شخصا، منهم 45 الذين غادروا على متن طائرة عسكرية يابانية. هل هذه هي أفراد البعثة الدبلوماسية أم أن من بينهم من كانوا مواطنين يابانيين عاديين موجودين كرعايا أجانب على الأراضي السودانية؟ عدد اليابانيين الموجودين بالسودان هم أعضاء الجالية اليابانية في السودان، وهم عددهم 60 فرد. تم إجلاء المجموعة الأولى منهم، وإن كان تبقى عدد قليل جدا سيتم نقلهم لاحقا اليوم. طيب دكتور طلعت، بشكل عام يعني بصفتك كاتب وباحث سياسي، بعد يوم عاشر من القتال، كيف يبدو المشهد في السودان بكل تفاصيله الميدانية والسياسية والإنسانية؟ اسمحيني بداية، المشكلة تتعمق وتتجذر داخل السودان، حيث أن المشكلة السودانية لها أبعاد إقليمية وأبعاد دولية. أما عن الأبعاد الإقليمية فترتكز في منطقة أثيوبيا، وترتكز في إسرائيل، وترتكز في الدعم الجوار لتغذية روح القتال في المنطقة بين بلد شقيق يعاني النزاعات من 83 من 1983، حيث كانت النزاعات الأهلية والحروب الأهلية تندلع للمرة الأولى والمرة الثانية إلى أن توقفت في عام 2005. التدخلات الدولية الإقليمية بالمنطقة قد تستهدف مصر تحديدا، منها لتوريط مصر، منها لدخول مصر في النزاع المسلح، منها لحصار مصر من كافة الطرق، سواء في منطقة حوض النيل أو من خلال مياه النيل، سواء كانت بدعم إقليمي أو بدعم خارجي. أما الدعم الدولي أو التداخل الدولي مع المنطقة فهو يرتكز في دعم روسيا من المنطقة وبعض الدول الأخرى طمعا في ثروات السودان وتغذية روح القتال هناك. إذن الوضع معقد جدا في منطقة السودان، ويحتاج إلى تدخل دولي عاجل لإنقاذ السودان من الانقسام للمرة الثانية على التوالي. طيب، الإعلام في اليابان هل كان مهتما ما كان ينشر في الإعلام الياباني بمجريات الأمور في السودان؟ بالتأكيد كانت على أجندة اجتماعات الـ7G، قمة الـ7G كانت على أولوياتها الأخبار السودانية والأحداث السودانية، وبذلك صدر تصريح عن قمة الـ7G بطلب الهدنة فورا، وبطلب إنهاء الحرب الأهلية الطاحنة الموجودة الآن بالسودان فورا. فكان الإعلام الياباني دائما مهتم وما زال يهتم، لأن العملية الإنسانية في اليابان تدعم الإنسانية بشكل عام، وهي ضد الحروب سواء كانت إقليمية أو محلية أو دولية. فالإعلام الياباني مازال يتابع تغطية مستمرة من خلال قنواته الرسمية للأحداث التي تحدث في السودان، وخاصة أن قبل وبعد إجلاء الرعاية السودانيين، قبل وبعد إجراء الرعاية إجلاء الرعاية اليابانيين من السودان.
طيب بشأن موقف الدول الأسيوية، هل للدول الأسيوية أي اهتمام بإفريقيا بشكل عام والسودان بشكل خاص؟ نعلم تماما العلاقات الصينية الإفريقية، لكن بعيدا عن الصين، يعني ماذا بشأن بقية الدول الأسيوية؟ دعيني أعود بسيادتك للوراء قليلا، وبالتحديد في عام 2016، حيث شاركت الصين في بناء حائط بارتفاع 10 أمتار وبطول 3000 كيلومتر لوزارة دفاع جنوب السودان، وقاموا بهدم بعض الأحياء هناك أثناء الحرب الأهلية في السودان. كانت بكين قد عززت من علاقتها بالسودان في تسعينيات القرن الماضي، وقام اليابانيون أيضا بالمشاركة العسكرية، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها قوات عسكرية يابانية بعد الحرب العالمية الثانية، مما يلقي الضوء على الوجود والتنافس الأسيوي في أرض ممزقة بالحروب وغنية بالنفط والذهب. إذا عدنا إلى الوراء فسنجد الصين قد مدت جذور التواجد والتوغل داخل السودان منذ اندلاع الحرب العالمية الأهلية السودانية الثانية. استولت الصين على حصة ضخمة جدا في اقتصاد البلاد، في اقتصاد السوداني، واستولوا على الحقول النفطية الواقعة جنوب السودان في الحرب العالمية الأولى، في الحرب الأهلية الأولى. بعد ذلك تخلوا عنها بعد فرض عقوبات دولية على الخرطوم لانتهاك حقوق الإنسان. ثم بعد ذلك، بعد حصول جنوب السودان على الاستقلال، عادت الصين مرة أخرى إلى المنطقة لتمارس مهامها الاقتصادية، وخاصة كانت السودان قد دعمت الصين بحوالي من 40% من الصادرات النفطية السودانية لصالح الصين، مما يلقي بظلال أن المنطقة السودانية الغنية بالنفط والغنية بالذهب هي مطمع لمعظم الدول باستثناء اليابان التي تدعم الإنسانية وفقط. القتل في ضمير وفي وجدان اليابانيين يمثل لهم عبئا ثقيلا على الحياة الإنسانية، وهم يدعمون بكل المقاييس روح السلام والتعاون من أجل السلام. في ضوء ما ذكرت حضرتك من ثوابت للسياسة الخارجية لليابان، ما الذي بوسع اليابان أن تقدمه للمساهمة كجزء من المجتمع الدولي في تهدئة الأوضاع في السودان؟ اليابان تحمل ملف السودان في قمة الرباعية الدولية، والتي ستنعقد الشهر القادم في أستراليا، لمطالبة المجتمع الدولي سواء بعد قمة السفنجي التي انعقدت في اليابان. ستنادي اليابان مرة أخرى وتحرك المجتمع الدولي، وخاصة العلاقات الوطيدة الحالية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين اليابان وبين استراليا وبين مجموعة السبع. اليابان تقوم بدور إنساني من الدرجة الأولى لدعم عملية إحلال السلام ووقف الحرب الأهلية في السودان.